طيب من درجات الحرارة خلينا نروح نتابع آخر أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة والأنشطة أكيد المختلفة مع زميلتنا هنا أبو القاسم. المقر النادي الأهلي بالجزيرة موجودة هي هناك. يا هنا صباح الخير، صباح عليك أنا وكريم، وأكيد اللي بيتابعنا دلوقتي في 10 الصبح في الأهلي كمان منتظر يعرف منك آخر أخبار النادي الأهلي، تفضل. يا صباح الخير عليكم يا نهواند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية. نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون عنده تدريب الساعة 3 العصر استعدادا طبعا لمباراة الغد، وبعد كده هيدخل في معسكر مغلق. يعني أبرز ما كان في التدريب أمس طبعا قبل المران قام بيتسو موسيماني بعمل محاضرة مع اللاعبين كالمعتاد، والحقيقة أنه أبرز ما قيل في المحاضرة أنه يجب غلق بقى خلاص صفحة كاس العالم للأندية والتركيز فيما هو قادم وفي مباراة اليوم. بنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق، وطبعا لازم نقول انه مبارح تم عمل مسحة طبية للفريق كله تطبيقا طبعا للبروتوكول اللي بيقول ان لازم يقوم الفريق بعمل مسحة قبل المباراة الرسمية ب 48 ساعة. بنتمنى بقى لفريقنا التوفيق في مباراة بكرة، وان شاء الله كده نبدأ مشوار دور المجموعات من دوري من بطولة عفوا دوري أبطال أفريقيا. تعالوا بقى نروح لأخبار الفرق الرياضية والألعاب الأخرى، ونبدأ بكرة اليد. سيدات كرة اليد عندهم تدريب النهاردة وبيواصلوا التدريبات استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق الجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أن سيدات كرة اليد عاملين موسم كبير جدا، يعني برغم من هم تعادلوا آخر مباراة أمام الزمالك، لكن ده تقريبا كان أول تعادل للفريق، يعني هم ماشيين بخطة ثابتة في بطولة الدوري. بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. كمان بنات كرة اليد مواليد 2002 قدروا يفوزوا أمس على فريق الجزيرة بنتيجة 21-17 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. المباراة الحقيقة كانت صعبة، يعني يمكن في النص كمان كان الفريقين ماشيين بوينت لبوينت أو هدف لهدف، لكن في الآخر بنات يد الأهلي قدروا يفوزوا بالمباراة على فريق الجزيرة. تعالوا نروح دلوقتي للعبة كرة السلة. شباب كرة السلة 18 سنة كان عندهم مباراة أمس أمام مركز شباب بحري الزقازيق ضمن منافسات بطولة الجمهورية، وقدروا يفوزوا بنتيجة 65-25. الحقيقة إن شباب كرة السلة كانوا عاملين مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين طوال المباراة وقدموا عرض قوي جدا. بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا فيما هو قادم. كمان سيدات الطايرة غدروا أمس الإسكندرية استعدادا لمباراة اليوم. المباراة هتكون أمام فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة طبعا المباراة أكيد هتكون صعبة، يعني سبورتنج منافس قوي وكمان على أرضهم، لكن إحنا كلنا ثقة في سيدات الذهب، سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. إن شاء الله يقدروا يحصلوا على 3 نقاط جداد ويكملوا التألق اللي هم فيه. كمان الحقيقة سيدات عفوا بنات وشباب كرة الطايرة أمس كان عندهم مباراة ضمن منافسات بطولة الجمهورية. شباب كرة الطايرة 15 سنة أمام بنها وقدر يفوز بنتيجة 3-0، وكمان بنات كرة الطايرة كان عندهم مباراة أمام العبور وقدروا يفوزوا بنتيجة 3-0. يعني الحقيقة ناشئين داخل النادي الأهلي عاملين موسم قوي جدا في بطولة الجمهورية، ماشيين بخطى ثابتة عفوا وثقة كبيرة جدا. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم، وكل طبعا الفرق الرياضية بالنادي الأهلي. دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. لو عندكم أي استفسارات يا نهواندو يا كريم أنا معك. احنا بنشكرك جدا، شكرا ليكي يا هنا، وأخبار دايما حلوة. وفكرة كمان يكون فريق السلة تحديدا والطايرة، وكمان نتكلم عن الناشئين في النادي الأهلي عاملين شغل كبير زي ده، يمكن كل يوم بنسمع أخبار مفرحة زي دي، حاجة فعلا تخلينا نبقى سعداء. شكرا ليكي جدا يا هنا. طيب.